السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن من معرض النجف الدولي للكتاب. اليوم الأول افتتاح المعرض بمشاركة دور متنوعة عربية ومحلية، من ضمنها دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع التابع لمؤسسة جامع الأئمة للثقافة والإعلام، وسيتم التوجه إليه الآن لمشاهدة المطبوعات الحديثة ومؤلفات آل صدر الكرام. اليوم الأول إقبال نوعا ما جيد، ويستمر إلى يوم 18 من هذا الشهر ولمدة 10 أيام من هذا اليوم. دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع من الدور المميزة المشاركة كالعادة منذ سنين في المعارض الدولية في بغداد والنجف وكربلاء وباقي محافظات العراق. دار تميزت بالمنشورات النوعية والمؤلفات الحصرية لآل الصدر الكرام السيد الشهيد محمد باقر الصدر والسيد الشهيد محمد صادق الصدر والسيد موسى الصدر، إضافة إلى مؤلفات الباحث والكاتب الأستاذ علي الزيدي. المتنوعة تجدونها في هذه الدار. علما سيستمر المعرض إلى يوم 18 من هذا الشهر، ودار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع تجدونها في قاعة غزة. معرض النجف الدولي متكون من قاعتين، القاعة الأولى قاعة القدس والقاعة الثانية قاعة غزة. تجدون الدار في قاعة غزة. كل التوفيق لك خالد توفيق خالد إبراهيم، شكرا جزيلا. أتمنى مشاركة البث لنرى سوية بعض العناوين المتميزة. كتاب آدم واللغة الأستاذ علي الزيدي. الأخوة الأعزاء، لمن يود اقتناء هذه الكتب والاطلاع عليها بإمكانكم التواصل مع دار سحر القلم أو التواصل مع الأخوة في شبكة جامع الأئمة. المرأة والنبوة في التوراة والإنجيل والقرآن، أيضا للأستاذ علي الزيدي. يتحدث فيها عن إقصاء النساء من السلطة الدينية. وهل بإمكان المرأة أن تكون نبي؟ هذا الكتاب يتحدث ويثبت بالدليل الحداثوي عن هذا الموضوع. كذلك كتاب المرأة في الشرائع الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلام، واحدة من الكتب الحداثوية التي صدرت في الآونة الأخيرة للأستاذ علي الزيدي. كتاب محمد الصدر بين الولاية العامة وسياسة السلطة، أيضا من الكتب التي صدرت للأستاذ علي الزيدي، يتحدث فيها عن حياة السيد الشهيد وعن ما تعرض له وبعض الأهداف التي تخص حركته المباركة. كتاب العرب عرق أم عقيدة
قراءة تخالف الموروث، واحدة من الكتب التي صدرت عن دار الرافدين، كتاب تاريخي يخالف فيه الموروث في قراءة كلمة العرب، هل هي عرق أم عقيدة؟ شكرا للأخوة المعلقين والمشاركين والمعجبين بهذا البث، أتمنى مشاركة البث على نطاق أوسع. واحدة من قراءات أستاذ علي الزيدي في الدين والتاريخ هو الدولة العادلة يوتيوبيا أم واقع. كتاب آخر يتحدث عن موضوع المرأة والرجل، عقل واحد أم عقلان، واحدة من المفردات والإشكالات التي أصبحت من معضلات العصر. فتارة البعض يجعل من المرأة شيء يعطيها كامل الحرية والتفاصيل وغيرها، والبعض الآخر يقصيها ويعطي للرجل مثل ما يعطي للمرأة الطرف الآخر. لكن في هذا الكتاب ستجد يعني شيء من القراءة الحداثوية التي تصل بك إلى نتيجة يمكن أن نخرج بها بنظرية حديثة تحترم المرأة والرجل وتعطي لكل ذي حق حقه. كتاب الجندر حلول أم إثارة مشاكل، طبعا لا أستطيع التحدث عن تفاصيل هذا الكتاب لوجود قيود في موضوع البث. أتمنى يعني من يود الحصول عليه التواصل مع الأخوة في دار سحر القلم، سيتم إضافة في تعليق ويتم تثبيته الدار والأرقام للتواصل. جزء آخر، خيبر في التاريخ، واحدة من المؤلفات التي تعطي قراءة تفصيلية وفيها خرائط من بناء يعني من أصل فكر الأستاذ الكاتب وتحليله. أتمنى الاطلاع على هذا الكتاب. يتحدث فيه عن خيبر في التاريخ وكيف كانت الحصون وكيف كانت القلاع آنذاك، وعن أعتقد حادثة خيبر بشكل عام وكيف تم فتحها من قبل أمير المؤمنين عليه السلام. الرد الهام على كتاب شكوى الإمام، واحدة من الكتب الأخرى التي يتحدث فيها برد شبهة عن أحد الكتب الصادرة من أحد الأشخاص، يناقش كيفية السيطرة من قبل الإمام المهدي على العالم واستتباب الأمر له. دفاع عن فاطمة الزهراء عليه السلام أيضا من الكتب، وهو ومفاهيم عصرية يتحدث فيها عن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. بحوث جديدة حول الإمام المهدي وأسئلة معاصرة كذلك حول الإمام المهدي، يتحدث فيها عن أهم المفاصل التي تخص الحركة المهدوية للإمام المهدي عجل الله فرجه. واحدة من المؤلفات أيضا إفهام الأنام، ما هي غفلة الإمام، ردا على الشيخ حليم عبد الحليم الغزي الذي استشكل على السيد الشهيد في موضوع غفلة الإمام المهدي عليه السلام. أيضا في كتاب آخر القول النظر في الدفاع عن الشهيد الصدر الأستاذ علي الزيدي أيضا يتحدث فيه عن شبهة وأكثر من شبهة طبعا صدرت ضد السيد الشهيد في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل عام. أستاذ علي الزيدي تطرق لها وحل هذه الإشكالات التي طرحت ضد المولى المقدس قدس الله سره. أصحاب القضية وهم وبطلان أيضا واحدة من الكتب التي صدرت لدحض حجج أصحاب القضية وبطلان ادعائهم. هذه أبرز طبعا المؤلفات، إضافة إلى مؤلفات أخرى لم يتسنى لي
إخراجها بالوقت الحاضر. أنتقل لكم إلى مؤلفات السيد الشهيد. طبعا عذرا اللي يسأل، المكان حاليا المكان في معرض النجف الدولي، إضافة لوجود مقر لدار سحر القلم في شارع المتنبي، كذلك مشاركتها في معرض كربلاء الدولي في الأيام القادمة، كذلك مشاركتها في معرض بغداد الدولي في الأيام القادمة. نبتدئ بموسوعة السيد الشهيد التي صدرت حديثا من قبل إشراف سماحة السيد القائد مقتدى صدر عزه الله، بإشراف مباشر منه جمعت جميع مؤلفات السيد الشهيد في موسوعة كاملة كما ترون الآن، موسوعة السيد الولي العارف آية الله العظمى السيد محمد الصدر قدس سره. المؤلفات الكاملة من 1953 إلى 1999، هذه مؤلفات السيد الشهيد الكاملة المطبوعة في حياته والمطبوعة بعد استشهاده بإشراف سماحة السيد، والتي أيضا هي مخطوطة في حياته. شكرا للشيخ إبراهيم العظيمي، شكرا جزيلا لمروركم ووفقكم الله تعالى، التوفيق لكم جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم. للتنويه، المكان الآن في معرض النجف الدولي للكتاب في النجف الأشرف، وللتنويه كذلك مقر دار سحر القلم في شارع المتنبي مفتوح دائما، وبإمكانكم التواصل بأي مؤلف ترونه للطلب والاستفسار، إضافة إلى مشاركة الدار في معرض كربلاء الدولي في قادم الأيام، كذلك في معرض بغداد الدولي أو العراق الدولي في قادم الأيام الذي سيكون على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور. لا ننسى مؤلفات المرجع الكبير السيد الشهيد الأول محمد باقر الصدر، اقتصادنا وفلسفتنا ومحاضرات تأسيسية والمدرسة القرآنية وبقية المؤلفات، إضافة إلى مؤلفات سماحة السيد القائد مقتدى صدر عزه الله، العشق الأبدي وغيرها من المؤلفات التي كتبها سماحته، نظرات سريعة، آيات العطاء، المنهج القويم وغيرها من المؤلفات. كما أود أن أبين لكم مؤلفات السيد المغيب فرج الله عنه السيد موسى الصدر، دار سحر القلم تميزت بهذه المعروضات النادرة نوعا ما في العراق خصوصا يعني، وإن شاء الله في قادم الأيام ستجدون أغلب مؤلفات السيد المغيب، دراسات للحياة، أبحاث في الاقتصاد، تأسيس لمجتمع مقاوم، أحاديث السحر، أبحاث في الاقتصاد، الإمام علي، إنسانية السماء وغيرها من المؤلفات التي هي عبارة عن محاضرات وأخرى عن تأليف الكتب. شكرا جزيلا، شكرا للمعلقين والمشاركين، أتمنى مشاركة البث والتكبيس بالإعجاب ليصل إلى أكبر عدد ممكن. المعرض قائم من اليوم إلى يوم 18 من هذا الشهر ولمدة 10 أيام، للتنويه وللعلم دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع في جناح قاعة غزة، كون معرض النجف الدولي متكون من قاعتين، قاعة غزة وقاعة القدس. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم. أتمنى المشاركة والتكبيس بالتعليق، عفوا بالإعجاب، ليصل إلى أكبر عدد ممكن.
مكان المعرض في النجف الأشرف، شارع المطار، أرض معرض النجف الدولي للكتاب. شكرا لكم أخي العزيز وأهلا وسهلا بكم. دور عربية ودور محلية مشاركة بنطاق واسع جدا، وفي قادم الأيام هناك إقبال واسع أكيدا، علما أنه هناك توزيع البطاقة أعتقد مجانية في هذا المعرض لمن يود الحضور كذلك، أي ستكون مدعومة. شكرا لكم قاسم العنزي، شكرا لكم. دور عربية مختلفة من مصر وسوريا ولبنان والأردن والإمارات، وحتى دور ألمانية طبعا كما ترون منشورات الجمل الألماني، دار ألماني، إضافة إلى العراق وفلسطين منشورات المعبد، كما أن المملكة المتحدة أيضا لها دار لندن للطباعة والنشر، إضافة لدار الكتب العلمية المتنوع. عفوا أستاذ علاء، من 10 صباحا إلى 10 ليلا، مستمر لمدة 10 أيام. شكرا أستاذ قاسم العنزي، شكرا جزيلا، شكرا لمشاركتكم، شكرا جزيلا. كتب متنوعة في دار سهر القلم للطباعة والنشر والتوزيع. وقت العرض أكرر، تفتح أبواب المعرض يوميا ولمدة 10 أيام من اليوم، من 10 صباحا إلى 10 مساء. دار سهر القلم تقع في قاعة غزة، موجود جناح دار سهر القلم. شكرا جزيلا، شكرا لكم. لحد الآن كما تعلم أخي العزيز لم يتبين بالنسبة لوجود تخفيضات، كون الدار يعني المعرض في أول ساعات انطلاقه، وإن شاء الله في قادم الأيام هناك عروض أكيدا وتخفيضات. شكرا أختي الناشرة الصدرية، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم بأي وقت وبأي مكان، سواء في معرض النجف أو في معرض كربلاء أو في معرض بغداد أو في مقر دار سهر القلم في شارع المتنبي، أهلا وسهلا بكم. علما يعني مقر الدار في شارع المتنبي متواجد خلال أيام الأسبوع. أحسنتم عطر الولاية، أحسنتم. أخوتي الأعزاء، إلى هنا ينتهي وقت البث، وإن شاء الله سنوافيكم في بث آخر وفي أيام أخرى في فعاليات متنوعة، وننتظركم للمشاركة في هذا المعرض. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.